حركوا الطائرات إلى منتصف المهبط على أمل أن تكون بعيدة عن الحريق. كان الأمر مشوشا لنحو 16 ساعة. أخيرا انتهى بنا الأمر بالسيطرة على ذلك الحريق، ولكن كان من الممكن ببساطة أن نفقد المخيم والطائرات والوقود وكل شيء ضمن حدود الحريق، والأمر مخيف جدا. هذه الحرائق عنيفة جدا. كان من المحزن أن ترى صباح اليوم التالي كل شيء بلون أسود، كل الأشجار قد احترقت وعادت الفيلة، ولم يعد هناك طعام على الإطلاق، فقط القليل من الحشائش الصغيرة وبقيت بضع أوراق. مع إطفاء الحرائق وبقاء الطائرة سليمة يمكنهم الاستمرار في المهمة مع مصاعب أكثر قادمة في الطريق. بيتر، بيتر، لا تنسى أغراضك الخاصة بك. شكرا. خلال الرحلة لا توجد مطاعم جانبية مع مراحيض على طول الطريق. على بيتر ومايك أن يرتجلا. الملاريا، النار وتعطل المحرك جعلتهم متخلفين أسابيع عن الموعد المقرر. عليهم الاندفاع إلى البلد المقبل لتفادي مشاكل طقس صيف إفريقيا. تنزانيا موطن أعلى جبال إفريقيا وأحد أعمق البحيرات، وكذلك أكبر محميات الصيد فيها. ثلاثة أرباع التنزانيين يعيشون في المناطق الريفية، ومايك مهتم برؤية كيفية تأثير ذلك على الحيوانات. مغزى هذه الرحلة هو مراقبة الإنسان وكيف يستخدم الأرض وكيف تتغير مع مرور الزمن. يزور مايك محمية مهالي لحيوانات الصيد لرؤية الشمبانزي. الشمبانزي بالتأكيد أحد حيواناتي المفضلة، لذلك حين نرى الشمبانزي في مكان ما يكون فيه مرتاحا تماما كما في مهالي، حيث أن تنزانيا هي مكان رائع بالنسبة إليه، ففي أي مكان آخر يكون تحت الضغط تتم مطاردته ويتم صيده من قبل الإنسان، ولكنه محترم هنا. للاستمرار على مايك والآخرين أن يلجأوا للاكتفاء الذاتي. إنهم ينامون في أي مكان ويأكلون أي شيء، ولكن هناك سلعة واحدة لا يستطيعون الاستغناء عنها وهي الوقود. إنه أشبه بغبار الذهب. كل ليلة يرسل الجميع رسائل البريد الإلكتروني ويجري المكالمات الهاتفية لتأمين الوقود للمرحلة القادمة. بصفة عامة كلما اتجهت أبعد شمالا وإلى الغرب في إفريقيا يصبح إيجاد الوقود أكثر صعوبة. يمكن أن يستغرق إيجاد الوقود اليوم بأكمله. كينغو بيرا، حسنا، سنحاول فيها. لا يوجد بنزين هنا أيضا. لقد وجدنا أربع محطات لا يوجد فيها بنزين. لا يوجد هناك. نعم، لقد نفد الوقود تماما، ولا توجد أي قطرة من البنزين في هذه البلدة كلها. إنها أفريقيا. الخبر الجديد هو وجود برميل بنزين هنا وقد انتهت صلاحيته، مثل البنزين في البلدة. لن أصدق ذلك حتى أراه، ربما كانوا يخبئونه. لحسن الحظ فقد تتبعوا أسطوانة لوقود الطائرات، لاحقا سيستخدمون أسلوبا خاصا للتأكد من أنها غير ملوثة. يفحصون الوقود للبحث عن ماء فيه. يمكنك أن ترى هذه الفقاعة هنا. الماء أثقل بكثير من الوقود طبعا، وهو يتجه إلى القاع مباشرة، وهذا يظهر وجود بعض المياه في الخزان. هذا سيضر محركنا وسيصدر صوت قرقعة عال، ولكن أحيانا يكون الضرر أكثر من ذلك بكثير، إلا أن ذلك شائع. إنها الحياة، الحياة في إفريقيا. وسيجدون طريقة للتعامل معها. تركوا الوقود يدخل إلى خزانات الطائرات ثم سحبوا المياه قبل الإقلاع. هذا يحل المشكلة هذه المرة. وبينما يواصلون طريقهم شمالا
يصبح العثور على وقود أكثر صعوبة على الإطلاق، وعندما يجدونه يكون بسعر مرتفع جدا. دفعنا 11 دولارا ثمنا للتر، 11 دولارا مضروبا في 200 أي 2200 دولار ثمنا للبرميل من الوقود. وعندما يتحدث الناس عن 50 دولارا ثمنا للبرميل، أعتقد أنه في أي يوم إذا أعطيتني برميلا بسعر 50 دولارا سأشتري كل ما لديك. إنه الشهر الرابع من أصل 7، لقد وصلوا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. تغطي الغابات المطيرة معظم أنحاء البلاد، تصبح مدرجات الهبوط نادرة أكثر فأكثر. إنه أسوأ مكان لحدوث العطل. ينقل بيتر الوقود من الخزان الاحتياطي إلى الخزان الرئيسي. أول مرة حاولنا ذلك لم ينفع قط، أعني كانت المضخة صامتة. أسفلهم توجد الغابات المطيرة الكثيفة. إنهم على بعد 3 ساعات من أقرب مطار للهبوط. يجب أن يصلحه بيتر أثناء الطيران. إذا لم ينجح فسيتحطمون على قمم الأشجار. هكذا فأنت تطير وتعمل لحل المشكلة وتصلح أمورا كثيرة داخل المقصورة. إنها عملية معقدة جدا. في حركة يائسة يربط مأخذ الطاقة الخاص بكمبيوتر مايك إلى المضخة. هذا هو الحل الوحيد الذي لدي. لم يكن مايك سعيدا بهذا الأمر، وكان قلقا حقا لأنه يفقد الكثير من الصور، فبطارية حاسوبه ستنفد. لذلك عقدنا اتفاقا، كمية معينة من الوقود مقابل قدر معين من طاقة البطارية له، ونجح ذلك. عرض إصرار مايك العنيد على إنقاذ صوره حياتهم للخطر. المهمة هي كل شيء. لقد تغلبوا على جوانب القصور التقنية، الكوارث الطبيعية، الرياح والنار، لكنهم لا يستطيعون هزيمة الموظفين الرسميين. البيروقراطية في الطيران معركة كلامية موجودة في كل مكان. تتطلب الأنظمة الإفريقية أحيانا إلقاء النكت وشرب الشاي. قبولك بذلك ينمو مع الزمن وتتعود على هذا الأمر. الأعمال الورقية المستمرة والتخطيط أمر مضن لكنه ضروري. ذكاء بعض المسؤولين يتجاوز صلاحياتهم. إنه يطلب مني الإذن بالهبوط كأننا من عتات المجرمين. لا يمكنني أن أصدق هذا الكلام. قلت الأمر الرئيسي هو أنك تطلب مني شيئا ليس لك حق على الإطلاق في طلبه مني، وبالإضافة إلى ذلك فأنت متعجرف جدا. ليس سرا أن مايك يفضل التعامل مع الحيوانات أكثر من الإنسان. في 4 أشهر قطعوا حوالي 55,000 كيلومتر، واللقاءات مع الحيوانات كانت بارزة. طوال الرحلة تأكد مايك من أسوأ مخاوفه. احتطاب أشجار الغابات في بعض المناطق خرج عن نطاق السيطرة. طرنا فوق كل هذه المناطق التي أزيلت أشجارها صباح اليوم. إنهم يقطعون أشجار الغابات في الأسفل كالمجانين في كل مكان. إنهم يقطعون ويقطعون المزيد. لقد ضاع هذا المكان هباء. في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي أي مكان يستطيع، يلقي مايك الخطب عن اعتقاده المتحمس بوجوب المحافظة على البرية للتفكير في إدارة الأراضي. يعمل مايك دائما أشياء على طريقته الخاصة، وإعداد خطاب ما ليس أمرا استثنائيا. يضع حاسوبه ويذهب إلى الحمام، يستحم بكل ملابسه. يخرج من الحمام مبللا تماما، يقطر ماء ويقول أنا مستعد. هذا هو مايك النموذجي. الآن ارتديت ثيابي فعلا. إنه الأسبوع 18 ونتابع رحلة الطيران الكبيرة إلى الأمام. يقودها شغف وتصميم لمايك. المحطة الدولية رقم 1 على يمينك. الطيران المستمر يؤدي لكثير من الضغوط على الطائرة، ولكنهم يواجهون أيضا مشاكل قد يواجهها قلة من الطيارين. أنت تحلق حول القارة الإفريقية بأسرها، أي 600 ساعة طيران، وكل أنواع الأخطاء تقع فعلا.
بعد تنزانيا بقليل وجدوا كائنات حية في أنبوب الوقود. إنها لا تبدو كالدبابير، حتى أنني لا أعرف ما هي. واو، ربما تكون، نعم، إنها تطعم صغارها. إنها يرقات صغيرة إذن، وهي تحصل على الغذاء هنا. اكتشافها الآن أفضل مما لو اكتشفناها على ارتفاع 3000 متر. هذا غريب حقا. إنه الشهر الخامس. لقد تنقلوا مسافة 111,000 كيلومتر، أي ما يقرب 600 ساعة طيران.